تقلق الهجمات السيبرانية العالم والدول، فهي قد تكون أحياناً أشد فتكاً وسرعة من الحروب التقليدية، ودخلت هذه الهجمات بقوة في خطط الدول سواء الهجومية أو الدفاعية، كما خصص لها ميزانيات ضخمة. واقع حضر في جلسة لمجلس الأمن الدولي ناقشت تأثير التكنولوجيا على السلم والأمن الدوليين. زميلتنا مروج إبراهيم تضعنا في تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع وتحدثنا عن أبرز ساحات الهجمات الإلكترونية في السنوات الماضية والخسائر الناجمة عنها وكمية الإنفاق على الأمن السيبراني. ليست كل الحروب في العصر الحالي تدار على وقع ضجيج الدبابات والطائرات والصواريخ، فهناك جانب منها صامت يعرف بالحروب السيبرانية، فما هي وما حجم خسائرها؟ في العام 2020 وصف الهجوم على شركة سولار وينز بالعملية المعقدة التي استهدفت 100 شركة تقريباً، واتهمت واشنطن موسكو بهذه العملية، ذلك بعد خرق مواقع 10 وكالات حكومية أمريكية بينها وزارة الخزانة، الأمن الداخلي، التجارة والدفاع الأمريكية. في مايو من العام 2021 كانت شركة كولونيال بايبلاين الأمريكية، وهي مشغل خط الأنابيب النفطي، كانت ضحية لهجوم برمجيات الفدية وكذلك إدارات محلية، بل بالإضافة إلى مستشفيات أمريكية. في يونيو من العام الماضي أيضا هاجم قراصنة إلكترونيون رجح أن مقرهم روسيا، هاجموا شركة اللحوم العملاقة JBS. بعدها بالشهر تقريبا شن قراصنة هجوما واسعا استهدف شركة أنظمة المعلومات كاسيا. بين يناير الماضي وفبراير تعرض عدد من المواقع الإلكترونية الحكومية في أوكرانيا لهجوم معلومات كبير، أيضا وجهت وقتها أصابع الاتهام إلى روسيا بالتزامن مع التحضير لعملياتها العسكرية في أوكرانيا. بلغت فاتورة الخسائر الناجمة عن الهجمات السيبرانية العام الماضي أكثر من 6 تريليونات دولار، من المتوقع أن تصل إلى 10.5 تريليون دولار سنويا بحلول العام 2025. في المقابل ارتفع انفاق الدول والمؤسسات على الأمن السيبراني لأكثر من 54 مليار دولار. من المتوقع أن يصل حجم سوق أمن المعلومات في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 270 مليار دولار خلال العام الحالي. أصبح الأمن السيبراني أو أمن المعلومات من أهم ما يشغل دول العالم بالتزامن مع عملها في تطوير أنظمتها الدفاعية العسكرية، لكن حتى الساعة لا يزال الفضاء الإلكتروني مساحة ثانوية للحروب. من واشنطن ينضم إلينا الصحفي المختص في التكنولوجيا وأمن المعلومات علي بيرلاند. سيد بيرلاند أهلا وسهلا بك معنا. يعني بالحديث عن كل هذا الكم من الهجمات السيبرانية التي ضربت أعتى وأضخم الشركات والمؤسسات في العالم، على ما يبدو أنه لا توجد حماية كافية ضد الهجمات السيبرانية حتى الآن؟ شكرا لاستضافتي. نعم، لقد رأيت بعض التقديرات التي تقول بأن تكاليف العمل السيبراني 3.5 تريليونات دولار سنويا، وحتى لهذه الساعة لا أعتقد بأن هناك حماية كافية، فدائما يكون هناك أبواب خلفية يستعملها الهاكرز أو المخترقون ضد أنظمة مختلفة. إذن الأمن السيبراني يستطيع فقط تصدي لبعض الهجمات، وهناك طبعا ينبغي أن يكون هناك عمل بين الحكومات لمواجهة هذه الظاهرة، وحتى لا يتم استنفاذ كل هذه الأموال من الاقتصاد العالمي. وهذا سيد بيرلاند ما كنت سأسألك عنه، وهو عندما نستمع دائما في المنتديات وفي المحافل الدولية عن مسألة التعاون الدولي في مواجهة الهجمات السيبرانية، كيف من الممكن أن يحدث ذلك والهجمات السيبرانية هي عبارة عن عدوان من دولة ضد أخرى؟
الأمر أحيانا يحدث من مثلا من دول تراقب حدودها بأنفسها. مثلا في الولايات المتحدة في الصيف الماضي تعرضت الولايات المتحدة لهجمات مختلفة، وكانت من مجموعات فرد أو أفراد تريد أن طبعا تطلب فدا من هذه الشركات أو غيرها. وحتى لو لم تكن هذه الهجمات من الدول فمجيئها من روسيا، نعم ربما بعض المجموعات تعمل مع الحكومة الروسية، ولكن كان ينبغي الضغط على الحكومة الروسية مثلا لتواجه هذه المجموعات التي تعمل من أراضيها. طبعا الرئيس بايدن لديه أهدافه ولديه سياساته، ولذلك لم يدخل هذا في الخطاب لمطالبة روسيا بفعل هذا الأمر. ولكن الحكومات تلعب دورا كبيرا في مراقبة هذه المجموعات داخل حدودها، فيمكن أن تعاقبها أكثر من أي دولة أجنبية أو من الخارج. فوزارة الخارجية مثلا طالبت باعتقال العديد من هؤلاء، وهناك مثلا إذا لم تكن هناك اتفاقية لتبادل السجناء وغيرها فلن يتم تسليمهم بالتأكيد. يعني إذا نستطيع أن نعرف أن هذا الهجوم هو مصدره دولة معينة على سبيل المثال روسيا، لكن لا يمكننا التثبت من تحديدا يقوم بهذا الهجوم، إن كانت الحكومة أو جماعات أخرى منفلتة أو منظمات دولية أو ما شابه. من الصعب، نعم هذا من الصعب جدا. يمكن أحيانا الحكومة استطاعت مثلا أن تقول من هي مجموعة الهاكرز. أحيانا بعض المجموعات مثلا تسمي نفسها لتحصل على الفدية ولتحصل على بعض السمعة، ولكن العلاقة أحيانا بين هذه المجموعات المستقلة والحكومة العلاقة ضبابية، لأن الحكومة ربما تعرف ما هي تعمل، وتعرف الحكومة كيف تتعامل مع هذه المجموعات وتستعملهم لإرسال رسائل من هذا النوع. على سبيل المثال نظريا هذا يحدث، بوتين قرر مثلا الهجوم على الولايات المتحدة، لذلك فلن يلاحق تلك المجموعات التي تهاجم الولايات المتحدة ويتركها تفعل ما يحلو لها. أود أيضا أن أحذر الناس أيضا من محاولة مثلا التعرف على المسؤولية، لأنه من الصعب قراءة هذا الأمر. فالحكومات من الصعب عليها أن تستعملها كوكلاء، لأن المجموعات إذا لم تكن طبعا يمكن أن تحدث لها أضرارا كبيرة على المسرح الدولي. الموضوع كبير ومتشعب، وربما نشهد تطورات أخرى لاحقة. شكرا جزيلا لضيفنا من واشنطن الصحفي المختص في التكنولوجيا وأمن المعلومات علي بيرلاند، أشكرك.